ايه ده؟ ما اعرفش ايه ده. لا انت لازم تقولي لي ايه ده. حكيت تمثال متقلد من بتوع البازارات، صح سلطانة؟ او يمكن مسروق من المتحف ولا ايه؟ ولا ايه؟ ونسرق المتحف ليه؟ الكلام ده يتقال في التحقيق. انا شغلي قابض عن المسؤول عن الخزنه، يعني انتي والحاجه. لا امي ملهاش دعوه بالموضوع ده. حاجة فاطمه سنها كبير ما ينفعش يتحرك. ارجوك يا حضره الضابط، يعني الحاجه دي بتاعتك؟ لا طبعا. اكيد في حاجه غلط، ده احنا اللي فينا مكفينا. اكيد الحاجه دي مش بتاعتها. حضرتك ما تعرفش مين الست دي؟ انا امي ما تعملش كده ابدا. لا ما حدش هيجي جنب امي. استني يا طيب لو سمحت. حضرتك انا عارف انك بتعمل كده. لا احنا ناس لينا وضعنا وناس بتحترمنا في الشارع، ما ينفعش ننزل بالمنظر ده. ارجوك ماشي، انا هسيب الحاجه لكن اكتر من كده ما اقدرش اعمل لك حاجه. يا عم انا هموت ايه ده يا شهرام. لو سمحت ما تلمسيهاش، هي ماشيه معاك بهدوء. لو سمحت هموت ايه ده يا شهرام. ما تخافوش. يا عم دخلنا، بقول لك عايزين الخلان نشوفها. جوزها دخل يا استاذ، وعلى فكره الوقفه دي مش هتنفع كده. هو في ايه يا عم؟ بنقول لك هندخل نطمن ونخرج على طول. يا عم ما تدخلش. مؤاخذه بقى امين خاطر، انا الوحيد اللي ما تقدرش تمنعني من الدخول لان انا مولود هنا. انا امي وهي بتترحل جالها الطلق في الاسم. اهو مواليد ايه؟ محل الميلاد ايه؟ اسم الجماليه. ما تهدوا بقى يا جماعه شويه. ما هو لو كان يقدر يدخلنا كان دخلنا. النبي يا عم الامين. تخش تطمن عليها وترجع تطمن. حاضر يا ست ان شاء الله من عينيا. ان شاء الله يخليك يا اخويا. حاضر ان شاء الله يخليك. استاذنك بس يا محمد بيك، كنا عايزين نشوف المحضر. ادينا لسه بنكتبها يا حسن. اتفضل اقعد. الخزنه اللي لقينا فيها التمثال بتاعتك؟ ايوه. في حد غيرك معاه مفتاحها؟ لا. امال قلت لي ان الحاجه فاطمه معاها نسخه من المفتاح. الحاجة ملهاش دعوة، الخزنة بتاعتي والمفتاح معايا. طيب في حد خد منك المفاتيح اليومين اللي فاتوا؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يعني التمثال ده مش بتاعي، واكيد في حد حطهولي. ازاي بقى؟ معرفش. تحول باكر نيابة الجمالية صباحي. يعني ايه؟ هبات هنا؟ بعد اذنك بس يا محمد بيت، الست سلطانة برضه. يعني لو امكن انها تروح وارنيك تتعود على نفسي ونهدي بالصوت. ما ينفعش يا حسن، احنا لقينا قطعه اثار مترقمه ومسروقه من المتحف. فاهم يعني ايه؟